الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين. وقفة اليوم التي دعونا لها في المبادرة المغربية للدعم والنصرة هي تأتي في إطار فعاليات المنظمة، إطار تضامن وإسناد الشعب الفلسطيني في معركة النهضة إن شاء الله تعالى. ما تم تحقيقه في معركة طوف والأقصى غير مسموح في تاريخ الصراع العربي وتاريخ الصراع مع الفلسطينيين. ذلك اليوم من واجبنا ومسؤوليتنا أن ندعم هذا الخيار، من واجبنا أن ننخرط في هذه المعركة، لأن الشعب المغربي كان دائما مع فلسطين. الشعب المغربي الذي خرج بالمسيرات المليونية اليوم مطلوب منه فعل أكبر مما يجري اليوم من مجازر وجرائم حرب يرتكبها العدوان الصهيوني انتقاما لهزائمه ومما لقيه من المقاومة الباسلة. فاليوم أكثر من 500 شهيد من الشعب، من المدنيين، من الأطفال، من النساء، والآلاف من المصابين وتدمير المنشآت. فأقل واجب نقدمه لإخواننا في فلسطين هو الخروج الشوارع والاحتجاج في الشوارع على الدولة المغربية من أجل أن تتخذ مواقف جريئة، وأول هذه المواقف هو التراجع عن التطبيع باعتباره مسارا خاطئا، باعتباره يشوه ويسيء لسورة المغرب. ذلك فالمسؤول في بلادنا وبلادنا التي ترأس لدى القدس مطلوب منها أن تتخذ مواقف مشرفة مما يجري الآن، وأولها وقف التطبيع وإن أقل اتفاقيات وانحياز لخيار الشعب والمقاومة الفلسطينية. جئنا لنعبر عن تضامننا وعن فرحتنا مع إخواننا في فلسطين، ونتضامن مع المجاهدين الذين الحمد لله رفعوا رأسنا عاليا ومصداقا للأحاديث النبوية الشريفة ومصداقا للوعد القرآني. فهذه بشائر خير الحمد لله. الآن حركة حماس والإخوان المقاومين والمجاهدين لقد غيروا المعادلة وأصبحوا والحمد لله في وضعية إقبال، ولم يعودوا يتلقون الهجمات فقط، أصبحوا يدخلون إلى الصهاينة إلى عقر دارهم، وأصبحوا يطؤون أرضا لم يطؤوها منذ 48. الأرض التي وطئها المجاهدون لم يطؤوها منذ 1948. هذا شيء مهم، وهذه بداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يقويهم، وهذه فقط بداية، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وفلسطين ماشي للبيت.